الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أعمل في وظيفة حكومية وتم نقلي من قسم إلى قسم آخر، لكني لم أباشر العمل في القسم الجديد بسبب أن مديري السابق لم يوقع على إخلاء الطرف وكان في إجازة، فأصبحت تقريبا شهر كامل لم أذهب إلى العمل بسبب أن اسمي أصبح معلق بين قسمين، والآن والله الحمد باشرت في القسم الجديد. السؤال: هل يجوز لي أخذ راتب هذا الشهر؟ وإذا لم يجوز لي فماذا أفعل به؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، نعم يجوز لك أن تأخذ راتب هذا الشهر كاملا موفرا حلالا طيبا بارك الله لك فيه، فهو حلال لك بإذن الله عز وجل، وذلك لأن انقطاعك عن العمل في الجهتين لم يكن عن اختيار منك ولا بسبب فتورك أو تقاعسك أو غيابك المتعمد، وإنما كان بسبب تأخر هذا التوقيع الذي يخلي مديرك طرفك فيه من دائرتك الأولى حتى يعتمد اسمك في الدائرة الثانية، فانقطاعك عن العمل كان بسبب أمر لا يرجع إلى اختيارك، وإنما هو انقطاع اضطرار لا انقطاع اختيار، فلا بأس عليك بأخذ الراتب لأن انقطاعك كان عن عذر معتبر ولم يكن عن غير عذر، بارك الله لك في مالك والله أعلم.